هل من الممكن أن تؤثر الألوان المحيطة بنا والأغذية على صحتنا النفسية؟ بعدما استعرضنا كيف تؤثر الألوان والأغذية على حياة الأشخاص وعلى أدائهم في عملهم أو في كثير من جوانب الحياة، سنستعرض الآن كيف تؤثر الأغذية المعطاة للمرضى والألوان التي تحيط بهم على صحتهم وحالتهم النفسية وفقا لمعايير وبحوث علمية قوية. يعتبر التصميم الداخلي للمستشفيات شيء أساسي وضروري، فعملية اختيار الألوان للأرضيات والحائط والمفارش والإضاءة لها تأثير كبير على صحة المرضى والفريق الطبي المعالج، فيتحدد وفقا لمعايير وأسباب علمية قوية تأخذ في الاعتبار مدى التأثير السيكولوجي لهذه المواد على مستخدمي المستشفى. بما أن الألوان تلعب دورا محوريا في المستشفيات، لذلك فلا بد أن تخضع عملية اختيار الألوان لدراسة دقيقة من خلال متخصصين على دراية بخواصها وتأثيراتها المختلفة، خصوصا بعد أن ثبت تأثير الألوان والصبغات على المرضى مما يؤثر على ضغط الدم وموجات المخ وضربات القلب. وبعض الألوان لها استخدام وظيفي بحت، فاللون الأزرق المائل إلى الأخضر في حجرة العمليات هو اللون المكمل البصري للدم وأنسجة الإنسان، وهذا يساعد عين الجراح على التركيز فقط على اللون الأحمر في نطاق العمليات. أما اللون الأبيض والذي كان شائع الاستخدام فهو لون قوي وساطع مما يسبب زغللة، لذلك يجب تجنب استخدامه. أما في حالات الأمراض المزمنة التي يضطر فيها المريض للإقامة فترات طويلة، فيكون من الأفضل استخدام اللون الأزرق المائل إلى الأخضر الذي يعمل على استرخاء الجهاز العصبي. وكما يعتبر الغذاء عامل مهم للتأثير على نفسية المرضى، فبعض الأطعمة التي تحتوي على الزنك والنحاس تساعد على معالجة الاكتئاب وزوال الأفكار السوداوية وأفكار الموت التي تراود المرضى، مثل سمك السلمون والفراولة ومنتجات الألبان والحبوب.